وقال رئيس مجلس الوزراء انه منذ اليوم الاول للسابع من اكتوبر وقفت مصر لدعم الفلسطينيين. أضاف مدبولي أن أكثر من 85 من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة عبر معبر رفح البري، قدمت من جانب الحكومه والشعب المصري. لافتا الى ان المعبر يعمل على مدار 24 ساعه من الجانب المصري بالاضافه الى استقبال مصر للحالات الحرجه ومشيدا بالدعم الذي تم الحصول عليه من قبل المؤسسات الدوليه وتقديم المساعدات للمصابين. منذ اليوم الاول وقفت مصر دعما للفلسطينيين. ومن دون أي مبالغة، من الممكن أن أقول أن أكثر من 85% من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة، تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري، هذا لأننا نتشارك حدودا مع قطاع غزة وخاصة عبر معبر رفح، وبعد ذلك من خلال كرم شالوم تمكنا من ايصال كل انواع المساعدات من جهتنا بالرغم من ان رفع كما تعرفون هي اساسا معبر غير تجاري لا يسمح لمرور الشاحنات بل فقط مرور الاشخاص ولكن منذ اليوم الاول افتتحنا معبر رفح وهو مفتوح 24 ساعه في اليوم من جهتنا لكي نسمح بايصال كل المساعدات.